السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وحشتوني. في اعراض كتير في الحمل البنات بتشتكي منها، هي صحيح بتبقى اعراض بسيطه ومفيش منها خطر، بس بتبقى اعراض متعبه ومزعجه لكل البنات. عملت الفيديو ده معاكم النهارده علشان اقولك انك مش لوحدك، انا كمان كنت زيك وكمان غيرنا كتير جدا. هعرفك ايه هي اسباب الاعراض دي وازاي تقدري تتغلبي عليها. لو لسه بتتابعيني، انا مامة رفيف، قناتي بتهتم بالامومة والطفولة وكل ما يخص البيت. اشتركي في قناتنا علشان اسرتنا تكبر بيكي، واضغطي لايك للفيديو. خلينا نبدأ. من اكتر الحاجات المتعبة في شهور الحمل الاولى بنسميها شهور الوحام. دايما الستات بتشتكي من القيء والترجيع، وده سببه ان هرمون الحمل بيبقى جديد على جسم الست، فده بيعمل تغيرات فسيولوجية في بطنك فبيحصل منها الترجيع. واحسن علاج هي انك تقسمي الوجبات، يعني مثلا الفطار يبقى مرتين والغدا مرتين وكذلك العشاء، وما تجوعيش نفسك خالص. وكمان تخلي دايما جنب السرير بقسماطه او قطعه عيش ناشفه، كان دايما دكتوري يقول لي عليها، علشان قبل ما تنزلي من على السرير خالص تعززي المعده ان هي تشتغل، وبكده مش هتحملي معدتك فوق طاقتها. ويفضل انك تاكلي نواشف اكتر وتبتعدي عن السكريات، وده علشان يعمل السكريات دايما بتعمل غممان النفس. لو كل ده ما جابش نتيجه معاكي، ساعتها بنلجأ للعلاج والادويه، وده هيكون طبعا دكتورك هو اللي هيديهولك وتحت اشرافه. تاني حاجة بنشتكي منها دايما في الحمل لما الحمل يكبر شوية هو وجع الظهر، ودي من اكتر الشكاوى اللي بنشتكي منها. خليني اقولك ان سبب وجع الظهر ده ان الرحم بيبقى مربوط بالعمود الفقري بأربطة. كل ما الرحم بيكبر وبيتقل والطفل بيكبر فيه بيشد جامد العمود الفقري وبتحس بوجع. الحل ايه؟ اننا نعمل تمارين لعضلات الظهر علشان نقويها، ولما تقوي عضلات ظهرك بتقدري تسندي العمود الفقري كويس وتقللي احساسك بالوجع والالم. من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا واحنا حامل ان ايدينا بتنمل وكمان رجلينا. تنميل الايدين والرجلين ده سببه ان هرمونات الحمل بتحبس مياه كتير في الجسم، حبسة المياه دي بتضغط على الاعصاب في الايدين وفي الرجلين، بتخليها تنمل، بتحسي بتنميل بسيط. افضل علاج للموضوع ده هي انك تاخدي حقن فيتامين ب، وطبعا مش انا اللي هقولك عليها، برضو هتستشيري الدكتور بتاعك. فيتامين ب مركز، وده هيكون تحت اشراف الطبيب المعالج مش من نفسك خالص. ده بيدي طاقة اضافية للاعصاب بتخليها تستحمل اكتر الضغط اللي بيبقى عليها في الايدين وفي الرجلين. من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا واحنا حامل تشققات الجلد والخطوط البني دي اللي بتظهر في البطن بالخصوص وفي الرجلين وفي كل الجسم تقريبا. بتحصل وغصب عننا بيبقى شكلها وحش جدا، وده سببه ان البطن بتكبر بسرعة قوي، والجلد ما بيقدرش يتمدد بنفس السرعة فبيبدأ يتشقق. بتبقى شكلها مزعج جدا، ومن اكتر الحاجات اللي بتضايقنا واحنا حامل. بس ما تقلقيش، هي بتروح بعد الحمل، بس الحل المثالي ليها انك تقدري تخليها ما تظهرش بطريقة كبيرة، استخدمي من بداية الحمل مرطبات، دي هترطب الجلد وتخليه يتحمل ان هو يتمدد بسهولة اثناء الحمل من غير ما يتشقق تشققات كبيرة. وكمان من اكتر الحاجات تساقط الشعر. المفروض اثناء الحمل الشعر مش بيتساقط بدرجة كبيرة وما بيزيدش قوي، بس بيزداد وخصوصا لما تبقي حامل في بنت. وحاسة ان الموضوع ده مش عارفة عند كل الستات ولا لا، بس كان كده في رفيف بنتي. ولما تبقي حامل في ولد ما بيبقاش فيه تساقط خالص، برضو عن تجربة. اول حاجة هرمونات الحمل بتكون جديدة على جسمك هي اللي بتخلي الشعر يقع، وفي الحالة دي ممكن انت مش محتاجة علاج خالص وهتروح لما تولدي. تاني حاجة بتكون نقص فيتامينات، لان البيبي بيسحب كل الفيتامينات والمعادن من جسمك، وبالتالي خصلة شعرك بتبقى ضعيفة وبتقع،
والشعر في الحاله دي ممكن يعني ممكن تعوضي السقوط اللي بيحصل في شعرك انك تاخدي فيتامينات، والدكتور طبعا اللي هيقولك عليها وهيديكي حديد وكالسيوم، وكمان هتاخدي فوليك اسيد في اول 3 شهور هيساعدك جدا على كميه الشعر اللي هي اللي بتقع دي تقع بطريقه بسيطه شويه لو كانت بتقع بطريقه اكتر. تمام كده يا ست البنات، دي كانت اشهر الشكاوي البسيطه اثناء الحمل اللي كل الستات تقريبا بتشتكي منها. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل بسيط ووضحت لك العلاج علشان تتغلبي عليها. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في فيديو جديد، هستنى تعليقاتكم تقولوا لي محتاجين ايه الفتره الجايه عشان اقدمها لكم. اتمنى الفيديو يكون كان مفيد بالنسبه لك واستفدتي ولو بحاجه بسيطه. استني مني فيديوهات تانية كتير جدا، وشير بقى الكل للمامي علشان تستفاد من الفيديو، واشتركي في قناتنا لو اول مره تشوفينا عشان اسرتنا تكبر بيكي، ولايك للفيديو، واستنيني فيديوهات تانية كتير جدا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.